سياحية تاريخية لمنطقة بني سلوس برفقة الأخ مزادة رمضان الصحفي المصور لأحداث اليوم والسي المختار الحاج السي المختار شراط اللي أنا بصدد يعني إتمام كتابه حول مجاهد عاش في هذه المنطقة و يعني ناضل لأجل استقلال الجزائر. كنا قبل قليل زرنا معلم تاريخي أين اندلعت الثورة التحريرية بقيادة الشهيد العربي بن زيدي، ولم نتمكن باش نوافيكم في اللايف وأن وفيكم بأول لايف أول مباشر لنتعرف على هذه المنطقة السياحية، هذه المنطقة الجميلة اللي هي منطقة بني سلوس وفلوريزون في الأفق لبرنا سوتو ثم لافالي وين تمر يعني مر نهر تابنا و